الاجتماع الذي عقدته حاكمة ولاية حجر لميس الجمعة عبد الرحمن مع مختلف رؤساء الأقسام المالية بولاية حجر لميس، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع المالية ووضع استراتيجية معينة تساعد على إنعاش القطاع الاقتصادي وتحسين الدخل الإيرادات المالية للخزينة العامة. مندوب وزارة المالية والميزانية والاقتصاد بولاية حجر لميس إبراهيم عمر ديسندي أثناء حديثه قدم نبذة مفصلة حول الإيرادات المالية التي شهدتها الولاية في السنوات الماضية، طالبا من كافة المعنيين التعاون والالتزام والمساهمة الإيجابية من أجل إنعاش الخزينة العامة للدولة. وبعيد شروح متعددة من قبل مختلف رؤساء الأقسام المالية بولاية حجر لميس وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجههم، طلبت الجمعة عبد الرحمن من كافة المعنيين والمسؤولين الالتزام بالعمل بكل جدية وإخلاص وتحسين الإيرادات المالية كما ينبغي، لأن مسألة الإيرادات المالية مسألة عامة وتخص الجميع.